صباح الخير، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله، وياكم أخوكم طلال من سوق الناظر، ويانا هنا خالد الدراجي. أخويا خالد شلونك؟ شلون صحتك؟ هذا عندنا هنا تخم مخزن، هو شرب سرير باعوا تركي. ها شلون سعره؟ هذا سعره 400,000. 400,000 10 مقاعد، يعني قنفات 3 و2 كراسي. بمخزن همينه؟ هو مخزن هو ترباية؟ هو ترباية هو مخزن. عاش ديلك، باع شدك؟ هذا الديوان؟ ايه هذا 13 نقر، هذا شغل اتصال موسوس. ايه هذا سعره 275. هذا شلون سعره عمي؟ 275 الف. اخوان اتصلوا عندي ايش اسمه اليوم، تتصلون عليه لو تقول لو لا، يعني حاولوا بسرعه. عد هاي القنفه. ايه هاي سعرها 100,000. 100,000 هاي قنفه واحده ب 100,000. هاي الظهر دبل اسمها. ايه مثلا هاي وهاي كاش. ايه دبل. هذاك الجوزي. هذا حلو هذا. ايه هذا حلو. المتابعين طلال انت يبارك عليهم خالي. في الخدمه. عندنا غير طلال. 600. هذا اخوي. ايه. هذا 8 مقاعد تركي. ايه. هذا سعره 235. 235. ايه حبيبي. زين. بعد. هذا نص 125. نص 125. ايش عندك بعد؟ هذا المصري هيكل. مصري هيكل هذا. هذا بيش؟ هذا سعره 350. 350 الف هذا. هذا مصر حبيبي. ايه حلو. هذا 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 الميز بيش؟ هذا الميز 75. 75 الف هذا. هذا المصاطب على 75. هذا على 75 الف. بعد لايكات ومشاركة شباب. اي هذا 125. هذا 125 الف. دراعين اقول لك بالقناة 310. بالقناة هذا ليش نحن؟ عم اخذ 360. هذا عده هيكل. ها بس خليك كمل. هذا هيكل 10 مقاعد. ليش هذا سعره 275. 275. ها عمي بالخدمه عمره بلا. دير بالك عليهم والله. بالبصره اهل البصره اهل الكرم تدللون. هذا 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 بيش هذا بس تطلعين بالتصوير. لا لا بعيد عليهم. هذا 10 مقاعد. ايه هذا سعره 600,000. 600,000 هذا 10 مقاعد. اي تركي هذا صور الولد خليه يطلع من البصره فطال عليه. من البصره جاء على هذا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. دللونا البصره على الراس. هذا عنده 10 مقاعد. ايه هذا قماشته قديمه. ايه هذا سعره 275. 275 هاي. هذا الاحمر عندك يا طلال. ايوه هذا 7 مقاعد. 7 مقاعد. هذا سعره 160. 160 الف هذا. اسعار مناسبه. 160. طبعا هنا خالد يشتري ويبيع وتوصيل داخل بغداد بس. داخل بغداد. ايه. منه عنده حبيب. طباخ ولا شاف؟ لا جماعة انا بدي بلاد بقعد يم هزم. هذا تركي 10 مقاعد. ايه. هذا سعره 325 الف. 325 الف. بالخدمة. هذا مربع ان شاء الله رقم خالد راح تلقوه بالصفحه. لا اكو فقره وين نسوان جاي يدخلون لي يقول اكو يعني البنات يدخلون بالسوق. انت مثل ما تشوف بس العوائل كلها جاي تدخل بالسوق. اي امان يعني الحمد لله شكر امان ويعني اخواتنا بالسوق جايجه الحمد لله. والله تو والله على الراس والله. والله بالخدمه احنا بالخدمه. الله يخليك حبيبي. حبيبي الغالي هلا وسهلا. لا امان انا بس انا استحي اصور عالم يعني عوائل عيب يعني مرات صدفه تطلع يطلعون بس ماني صعبه شويه اصورهم. هنا ناس
امان والله لا تخافوا. هاي مرجوحه، هاي بيش المرجوحه؟ بيش 250. طلاش سوق الغزل. طلاش هسه لوكر، هسه اشوف لك لوكر. شوف هنا سجاده، هنا اتصور هذا 650 سعره، لو 550 هذاك الاسبوع ما ادري، بس يمكن 650 هذني. لايكات ومشاركه شباب، تعليقات ما جاي يطلع، ما اعرف ليش اكو شيء يعني بالتحديث مال الفيسبوك ما اعرف. هناك بالسوق الغزل همين يطلعون شويه ويروحون، يطلعون تعليقات ويروحون. ان شاء الله بنرجع نقرا تعليقاتكم، نشوف ايش تحتاجون. نشوف هاي الوكرات هسه برا، ارجع اشوف اللوكرات. انت قلت لي وين هاي مال شو؟ ولد مال هاي اسعار مناسبة، اسعار حلوة. هنا اكثر شيء المحافظات يجون ياخذون سيارة كاملة يطلعون بها بيت كامل. شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ الله يخليك، الله يوفقك. الله يسلمك. هاي حلوة، هاي المغسلة الجديدة. هاي المغسلة. على 35 كامل هو الخلاط؟ واش قد حلوة هاي ب 35 هي وخلاطها، الله وديك. هذا اللون وهذا اللون حلوة، هذا كلش حلوة. هاي المرة وهذا هني هاي ب 80، هاي ب 70، 80 وهاي ب 70. هاي 45، هاي الباب بيش الالمنيوم؟ الباب 50، 50 هاي الالمنيوم بلاش. هو رجع له 15 علاقة. نا ابو علي مغاسل، ما مغاسل هم راح اخلي رقم، بنرجع البيت اخلي لكم الارقام بالتعليقات، موجوده هم بالصفحه ناشرهم. هاي بيش هذين؟ على 85. على 85. بشوفكم. سيارات. عندك 20.
هذا شاور. ذاك الشاور حلو ذاك شاكوزي. هذا بيش؟ هذا 150. 150 مطار؟ مطار كامل هذا وياك 150 شغال على الشغل. شغال ابو شمس كاونترات. حلو هذا والله. ها ها تشتري منها ولا شاب لا هو هذا الصوره هذا هذا ابو شمس هذا؟ ايه ابو شمس هذا كاونترات ابو شمس صار رقمه تليفونه وبعدين اخذوا له صوره. شلونك اخبارك؟ غادي الله يخليك. شفت هذا شلون مدير حلو جديد؟ اي عاشت لك والله. شلون سعره؟ هاي أول مرة ننزل من عندك. شلون سعره؟ 750 ألف مترتين ونص. مترتين؟ ونص. مراية سلة بلير. هذا كله أفضل درجة أولى. 750 ألف. هذا بيع شاسين. هذا سنك بواحد ب 200 ألف بدي أبيعه. 200 ألف، متر ونص؟ متر ونص. متر ونص. مرمر. الوان هواي والله. اي عم بس هذا بس جمال. هذا بي بلوبات. هذا بالمحلات عدل واحد وربع ما يبيعونه. احنا هنا نبيع ب 750. هذا وياه سنك سنك مرمر. هو مترتين ونص. متر ونص مع لون شقد حلو. ها ابو شمس شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ الله يخليك الله يخليك الله يخليك. هذا بيش هذا؟ هذا ب 300 ثلاث قطع متر و20 متر و20 300 ثلاث قطع 25 سنه هذا ب 300 حلو بين الوان هواي ثلاث قطع هذا حلو باع جمال باع جمال حلو هذا اللون. هذا حلو اللون. اللون حلو. هذا ثلاث قطع ب 300. هنا ابو شمس. 350. هذا بيش؟ هذا 550. ثلاث قطع؟
550 ألف ثلاث قطع. إيه. مع المواعين هذا الظاهر. هذا مشروع 20 تف قطع. تف قطع ايه؟ بيش؟ 350. في الوان. حلو عشير. يلا في مالك. هاي ابو شين سنا عيني. ها؟ ايه عاد حاضر هسه؟ لا مو هسه بعدين. اوكي. عليك. انا ادق عليك. ان شاء الله ان شاء الله بعدين. وهذا اللون اخضر. شوف الغرف النوم بيش. هاي 60 ألف وهذا 165 أربعة هذا خمسة 500 بان 165 بالأربعة مية استواليت بالنص يساعدوك. شلونك؟ هاي التحفات بيش؟ هذا بالاحمر اللي تبيعه ما يزعل. ما وين راعيين هاي؟ هي حلوة مال الحلاقة. مال الحلاقة غير حلوة. بابا سيت كامل هذا. هاي راعين وينه؟ سيت كامل؟ سيت؟ ثلاثة؟ هاي وهاي؟ هاي ستة اوراق. الكرسي ستة اوراق. يعني 600 دولار وهاي 400 دولار، أربع أوراق. وهاي ثلاثة أوراق. ميز. هاي شو اسعار اللوكرات؟ دواليب. دواليب شو اسعارها؟ 125. 125 عندك رقم تليفون؟ خابروك هاي توصيل عندك شيء؟ يعني ناس تخابرك هاي شيء؟ هذا السيت الجديد. انا مود هذول الكراسي وايد يوصلون والله ناس. كراسي وهاي مال غسل الشعر. عندك رقم؟ حيدر حيدر. حيدر ها.
بس تجون حيدر سيلو علي جو الجسر. ماشي هاي بيش رباية؟ خمسمية؟ خمسين ها خمسين ألف. مشكور هذا العفو بمية زبيش مية ألف فوق اثنين كراسي؟ حلو هذا تخم 500 صديق شهاب هم مصور خوش ولد حباب هذا حلو التخم ها شو سعره؟ 400 هذا ب 400 ألف هاي المغسلة جدا حلوة صباح الكريزي صباح الكريزي هاي دواشي قاعدة هسه راح اخليكم هم رقم تليفوني ارقام تليفون ان شاء الله بالتعليقات مجمدات شو تريدون غراض عدة هاي غراضة حتى تشوفوها وبعدين تتصلون بي هاي شرباية اثنين
هاي باترينات ما باترينات، ما شاء الله كاروك مال طفل، لوكر، لوكرات. يا الله ليش انباعت هاي؟ هاي انباعت 60 60 هاي من شرباية طابقين حديد والله ببلاش. ايه اهلا وسهلا حبيبي، الله يخليك. هاي نافورة اصور مي مي. متابعين منورين اليوم صباح هوس علي ابو الناس العالم كتب قطيه ما اقدر بس اروح ل صعبه شويه يعني عامل وهاي فناس علي خطيه ما يقدر بس يزي. صباح الجريزي خوش انسان يعني واسعاره حلوه مناسبه هاي مرجوحه مال اطفال عنده هواي غراض حلوه تحفيات شغلات زعابيل شو تريدون عنده أجهزة كهربائية ثلاجات سبالت والله يعني كل شيء تريده تجيه صباح كريز. أخليكم رقمك صباح كريزي. لا والله